السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاش غنتكم انا مؤمنين ما مش الدجال ام الحشامة؟ الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. البارح بعد صلاة الصبح واش من الحديث اللي تكلمنا عليه؟ راكم عاقلين ولا والو؟ يا خو نسيو ريض النظر، من الحديثين لنا؟ زيد اني ميتي شوية الزعوات يحفظك. وموتوا غادي يتكلموا على الليل ملي كنا صغار، ملي كنا كنمشيو للمدرسه غير ندخلوا القسم المعلم كيقول لنا اجدنا البارح، زيد طارق، زيد انت شات ليوي، زيد انت ها قولوا زيد اين التوكيد. ما شاء الله اسامه ما شاء الله عليك. زيد كانت كانما تصدق ببدن وني وحص الحديث له كانت له كل خطوة عمل سنة مليح مليح دي بيدي اغفر ما شاء الله عليك. سمعوا مزيان الله يجازيكم بخير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد غادي تضحكوا سيد الصمد قرب دخول عيسى قربوا قرب زيد أسيدي يوسف تقربوا إلا تقربنا يمكن تصمد على ضيطة زيد قرب زيد عمي عم محمد قرب قرب أبي لأني غزامي مش تغذ شوار المكيو زيد عمي حسن قرب دق شي حاجة زيد زيد عرض أخويا مراد زيد 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 قطع كبير حيض النيني أه واحدة واحدة زيد زيد قربت وني دغيا قرب لي ربي سقرب يدغى جنة الفردوس زيد دخل زيد دخل زيد اخويا ميمون زيد قرب 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 امو ذي تعجيبه غير ميدغزا زيد هو اش كدي كي عادر بو قليل اكنا ويحفظ سيد ربي العالم ما ريني دي قرب لي ربي حفظيتني يا ربي قديش البارك. سمعوا مزيان غادي نتفقوا على واحد الحاجة، كل يوم غادي نحفظوا الدعاء غادي نتعلموا الدعاء. انا معاكم حتى انا كنتعلم في اخر الشهر في شوال نشوفوا شي سفت ولا شي الحد نديروا مسابقه اللي جاوب مزيان غادي يربح الجوائز غادي يكون تتد الجوائز شن نقولوا ني انا ومشوا ما ندفوح ان شاء الله حاجه امو واللي غيحفظ المنايا هذه يربح. ايوا اعيروني القلوب والاسماع واش تيدير خويا من الجنو صافي الدعاء يا بالزواروقه. روى الامام احمد وابن حبان والطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. غادي نقرأ لكم شرح ديال الحديث. الدعاء هو العبادة وهو يعبر عن امتلاء قلب المؤمن بالثقة في الله سبحانه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات المفضلة في الدعاء كما علمنا كيفية الدعاء بجوامع الكلم وبصيغ مخصوصة في أوقات معينة. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا أي حل به ونزل عليه قط أي أبدا هم ولا حزن فقال اللهم أي نادى ربه قائلا يا الله
إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أي ابن جاريتك. وهذا كله اعتراف بالعبودية لله، ناصيتي بيدك، أي لا حول ولا قوة إلا بك. وهو مقتبس من قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ماض في، أي ثابت ونافذ في حقي حكمك، أي حكمك الأمري أو الكوني، كإهلاك وإحياء ومنع وعطاء. عدل في قضاؤك، أي ما قدرته علي لأنك تصرفت في ملكك على وفق حكمتك. أسألك بكل اسم هو لك، أي أدعوك وأطلب منك بكل أسمائك سميت به نفسك، أي ذاتك، وهو مجمل، وما بعده تفصيل له على سبيل التنويع الخاص. والمعنى أنك يا ربي وضعت ألفاظا مخصوصة وسميت بها نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أي من الرسل أو الملائكة أو الأولياء ومن خلاصتهم، وأنزلته في كتابك، أي في أي كتاب من الكتب المنزلة على الرسل، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي انفردت بعلمه، وهذا محمول على أنه انفرد به بنفسه ولا ألهمه أحدا ولا أنزله في كتاب، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فكما أن الربيع زمان فيه إظهار آثار رحمة الله تعالى وإحياء الأرض بعد موتها، فكذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان والمعارف، وتزول به ظلمات الكفر والجهالة والهموم، ونور صدري، أي نور قلبي، فيستضيء بنور كلام الله، فينشرح صدري وجلاء حزني وذهاب همي، أي إزالته وانكشاف ما يحزنني ويصيبني بالهم، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. وهذه نتيجة للدعاء السابق واستجابة من الله لعبده. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، أي يتوجب أن يتعلمها كل من سمعها لعظم ما في هذه الكلمات والدعوات، وكل إنسان محتاج إليها. يا الله. وفي الحديث أن الأسماء الحسنى غير محصورة في عدد معين، بل منها ما لا يعلمه إلا الله، وفيه بيان أهمية الدعاء والتوسل إلى الله في إزالة الكروبات. إخذ الدعاء في الآخر، الآخر ديال الحديث، الصحابة من يسمعوا هذا الحديث رمسرين الدعاء من دسنا ألا نتعلمها، ما أن تعلم الدعاء من دسنا يا رسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. دابا انتم ما كلشي سمعت، ما تخرجوا حتى نحفظوا هذا الحديث، هذا الدعاء، والا غادي تبقاو معايا هنا واخا فيكم النعاس، كلشي فينا نعاس. غادي نعاود غير واحد المره غتحفظوا. الشرح النص عجيب، الدعاء اجنا حاجه طمغا، الدعاء اجنا العباده تصبح، اجنا العباده طمغا، الدعاء يتعمر يا شهور نشور، يتعمر الثقه خصي دار ربي العالمين، تبيتي لي غير كيجن الثقة. مثال الشيء باش تسخني لي سماز، مثال مثال ستشار أخبيت من عندهم تبين شنو حاجة أمو باش واثقو تير، مثال ستشاور نشي تعمر الثقة، يدير غير كيجن الثقة تمغى لي سي دار ربي العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمانا الوقت يتجن تصبح الدعاء، إن الغابر ميغاز الدعاء هامر ميثاق، هامر ميثاق، إعلمان الدعاء جوامع، تسمى جوامع الكلم، تسمى غيش الدعاء وها ليس كلشي. الرسول عليه الصلاة والسلام يوشى السيدة ربي العالمين ورنقا يسمون ديس كلشي، غيش الدعاء وها يسمون ديس كلشي. أم الدعاء من غنقا: اللهم إن اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا ربي قد تاخش مرة سرخاني إذا شئت محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ به من استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
او تقادس يا ربي سبعة تخافي مرة الشهر مني يزيد على النبي اخشت سبعة وليت بغادي يجل المثال واحد للحديثة ابن مسعود رضي الله عنه ينشقي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اصاب احد علاش يشغل شنهم مش حقا رضي الهموم لي والله هموم كنت يتخام يسجد شنهم دي التجارة دي رهلاش دي ثاونش دي المحاكم قلت ويا الله حسبنا لهم تبخمي غاش انت بلوت المحكمة نيخش انا حاجت يتبوه باكرة وخف وغاس يعق قريص وغاس يعق طبعا تستوالك اش تقالس وا 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 يتوقع عمره هموم هموم التمنية ثم عواص بلا ميك تغاس صبحي وفي حد مسكو الشير وحد مهم يسجد شنهم شنهم وشا الحزن تحزن الطريق تاخذ يموت اش حد اي حاجه توقعش واش انا عام سيدي اتيني في الدعاء اللهم سبت رغيد يا رب يا سيدي ربي نعز يا الله تقول الدعاء سور اني عبدك وابن عبدك وابن امتك تسمى تعترف ناس باللي قلت شدي العبد النش نش يا سيدي ربي العالمين نش عبد شواري ويغا عبد غبي غاشكو شواها تعترف ذات تسمى سي جموينات يمغى ناصيتي بيدك ناصيتي هي ثانية عثين تسمى كلشي كلشي الشك اللي سيتصرف لا حول ولا قوة إلا بك شوا غاري من غير غسي ضار بين نفسين وضعيف وهذا يوجه هذا الدغيش نحاجة لله كلشي الشك يتغيك ماضي فيا حكمك مر من 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 خفيت قد القضاء أذيري من خفيت كتبذ أذيري ما كاش وغاري من زي وغاري من زي صغيور الحكم مش يغيري أي حاجة تكتب تخافي أتوقع أذي تكسل شان حاجة أذي تكسل شان حاجة أي حاجة تريد تخافي ذمانا إني نغيري عدل فيا قضاءك يا الله من خفيت قدار يا ربي قد قد سل عدل مش رب العالمين يتصرف للملك النس ما مش يخسن تسل حكمة النس فقط من غث يريد وتسني ودني قارش ما يميني قيم سلمة التانية قداني لا 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 الحكمة نصيدها رب العالمين تمغى يوقع الزلزال يوقع الفيضان مثني حجاني مزيان يهر شوين يقاوين شكوا غاك من غث يريد الحكمة نصيدها رب العالمين تمقرنت تعترف ذس سمانية ذي سنة أتبذيد أتتاذ سي اسمه النس أسألك بكل اسم هو لك يا ربي تتاخش سي اسمه النس مرة اسمه نصيدها رب العالمين اسم الله الحسنى أي أدعوك وأطلب منك بكل أسمك تدعيخ سيسمى ونش سميت به نفسك مر من زي سميت إخف النش أصيد رب العالمين لأن أتصني وذلك بيتك الدعاء الدعاء يا أخو يفسنا وأنا أمو شداك الدعاء لا لا الدعاء سهول سهول أتدعي سيد رب العالمين سيسمى ونش يا الله أو علمته أحدا من خلقك نيغشيني سمت علمتي حد زي الخلق نش الملائكة نيغ الأنبياء نيغ الأولياء يوذان سبحان أو أنزلته في كتابك نيغ السهوتي دي الكتاب نش للقرآن الكريم نيغ الكتب يعدون قبر الزبور دي الإنجيل التوراة أو استأثرت به في علم الغيب عندك نيغ اسم نيغ قطغاك شكوها وفي السين حد وهم تتاسد رب العالمين سيسنا ونص مرة أن تجعل القرآن ربيع قلبي أتقذ القرآن التفاوت ذو النور القرينو ربيع إن شاء أما الربيع مثل الخريف الرمشتا زيد ربيع مش سقانس المزر شو ثاني لا قاعد ولا زيد يجني يروح هاي أرد غيس المهم يا المشاهدين باش لصقاني الربيع يروح يزري تبغى تقول لك شدي في روح المهم خميني خميدي تفغى الربيع بالنعمان النوا الشجوا الجوز ما مشيت لي ولات ما مشيت لي تموات امتك تنعنع تنعنع وهي من تتصل بالعالمين ورنش اثي قامني اثغيك يا الله ربيع قلبي ونور صدري يتقد النور تقولي نو تيري تواري غير حق الحق تيري تواري رباط تيري سنخت تيري وقت تحبو غير بطر تيري وقت تحبو غير منكا قش حالي وذان ويفارق جار حق ذر بطر ويفارق جار يوذان يبقى الخبري ذنشان يوذان يبقى ذي الغلط
خمي غا كيغيري النور يا الله النور دو كورنش اتري تفهمت اتري تسند ورنش تخدمني اتري الصدر نش اللي يوسع اتري تحبي الدين اتري تحبي القران اتري تحبي الصالحين وجلاء حزني وذهاب همي اي الحزن اني غاك الهم اني غاش تقعدت يا ربي سبع عاد خفير همه سبع عاد خفير الحزنه ان شاء العام سيدي خبي غاتيني الدعايا الا اذهب الله همه وحزنه مرثني الدعاء يسوس اليقين بالله قيا ورينا نخسر الرسول عليه الصلاه والسلام منين تقول هذا الدعاء رب العالمين حيد عليك الهم والحزن يا اخي شي سبع عاد ارهم النيذ الحزن الني وابدى له مكانه فرجا اخش يفرج اذا وش اجن السعاده اجن فرحت سدوا عني اذقيد يا الله ارمي سريني الصحابه اخاره الدعاء الناس يا رسول الله من تعلم الدعاء يا من سنينا الناس المار والني غيسرني الدعاء يا والنثي سرين يخسر في تعلم هذا اش تعاود اثنين يوم غادي نعاود له جوج المرات زعما تحفظ منا اللهم اني عبدك قاعد كي اللي بغا تقول نوه بغا تحرك ايرسن وما بعدا تسمى يمكن اثنيني شويه نيشان على سني قد صحيح هذه السنين ان شاء الله غتحفظ هذو انت تسكر عاود غا واتساب هذاك ديال جروبو تسكر الدعاء غا واتساب اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي أنا نقول أنتم تقولوا معي شدقاكني وقاستي وأكيدي اللهم إني عبدك دي غميزة فيكم نعاس معلمتو كتشدي الطبرة يتقمو يا الهام قال عز مخافي بزاف تقمو لأن خميغة تقمو ضحش من شوية يضسني يعني قاعز النعاس مشى أتغامر خو مليح زيد اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي شي مرات هذا الدعاء كنديرو بزاف كيدير مهموم بين صار غيزا وينو صبغا ثقي وحدي كذا شاف لي غدقا غدقا الدعاء يا غدقا الدعاء وش صافي تتوغ كنسى كلشي جرب تتزاب تبقى الدعاء تكثر من الزيز اتفمجنا الحلاوه تقول والله ما دستاك لان هذه غتبدي تدقا اتيري الدعاء صافي اغاكيري لي جن الدواء بربي ما غاكل هموم الحزن تشكقا الدعاء غاكيري اليقين قاضي صار الرسول عليه الصلاه والسلام الا اذهب الله همه وحزنه وابدى له فرجا هذا شو السعاده رحنا رحنا لبورنش السعاده والله تجي غوم والله ذي رحب ستيوره بالعنت بلاد يضحش يفاح فريج ان حبش تخد غيمان داين الحياة تغيب اخمين ساقم سيسنو تضح قولي لتغد تروس تح نتقصى الماكلة نعم سيدي الحديث الدعاء قال الذكر مثل الذكر ايش نحاش تمها بس نعاود اجوما اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك
عدل فيا قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. استكمل. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاؤك. ماض فيا حكمك عدل فيا قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. جيت فكر غير داك النوار ميتو غنقضي بالزياره ميتو غنلقى غير خهرتني والله كنفكركم في الزمن الجميل المعلم تبغى يقرا نغدي نشي نلقى غير خهرتني امي تحت علي يسمع لان مرقا غوم دي جوج غاتشكغات شكولي السبحه ونغني دي قوم ونغني غادي نقوى السيرو تيوش الصغار الصبح وكيدي تغيبي ولا ديش غد ولكن امول هكذا مجموعين اللي كيعرف مزيان كيقرا مزيان واللي هكذا شويه كيمشي مع الجماعه وانت قدرني وافي تيرا فرا اسنا عاودي شوما اكني وجه اطاح غادي نعاود واحد المره غادي نخليكم ان شاء الله غادي تمشيو. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. غادي نسولكم لكني والسقسي الله يرحم الوالدين نوم ارمي السريم غا الحديث ارخو منين سمعتوا هذا الحديث واش جا في القلوب ديالكم خصها تتعلموا خصها تحفظوا جا في القلوب ديالكم ولا لا يعجبهم تما تهزهم تحفظهم نيق عادي واه ها لان غزا يرجع ذي غزا تسمى يرجع ذي ارمي سنان الصحابه يا رسول الله الا نتعلموها واش غادي نتعلموا هذا الدعاء من تعلم من سنيننا اش قال لهم؟ اللي يسمعوا خصو يتعلم مره وني غيسرني الدعاء يعني خصها في يحفظ اثيقة غا الصبح دو عشي. المهم اللي بغى يجلس معايا وني خصنا هذه يقي معاه تقي تعوض غاز داكيش تعوض غاز ساعات اثنين ساعتين في سبيل الله اللي بغى يمشي يمشي وني خصنا هذه القيمه كيردني هذه لان الشنغ منايا السنين دايس نغل واللي تعلم اللي كيعلم الناس الخير
الحوت الحوت في البحر كتدعي معاه، حتى النملة في جحرها كتدعي معاه، وخاصة دي الزمنة. الله يوفقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واسمحوا لي إلى التمر تعليكم. قلنا خصنا هذه قيم عاد هذه قيم. قلنا خصنا هذه يعني 5 مينوت 10 مينوت. أتيا. أمس. أم تتسك. ها؟ تتسك غا جروبو ها؟ أيوا روح حتى تسمى بلا توحم. المشاهدين اليوم مش تجمع من الحشاك انه يحفظ رب العالمين 80 يودان مار وذي تفرجني يا ربي كديس البركه رخو اضغط التعليقات الروم اضغط من تعوض ميل ماشي مشكله اقي عاد اجيبوا المشكله الله يحفظكم ان شاء الله ارفع درجات من المشاه نشيط نشيط مرات قد شال الايه روح يسيتد قصد النسخ قصد كوبي جيت تدي التعليق باش تيلي تكد الايه ني تصبحنيش بلا الخطا باش يحفظ سي دار هذيك قال بلا من البركه قاي هون براد المريخ المثال هذيك شال الحادثه دياري يخشى الايه احسن هذا حدث ديك المثال النسخ كوبي هاتي قري التعليق باش تيري ويتاري بول الايه نقرب نير الحادث نقرب خويا ميمون باش يحفظ ربي الله يحفظك ويرزقك بارك الله فيك عقش تبارك الله قيم كاين غدا انت تيجي 20 يوداني 25 نعلمس نجن الدعاء نعمس مرام كون نهار نتعلم يجن الدعاء وها يجن النعمة تنقر ويحفظ الدعاء هذه دياري واحد تزيد ويحفظ الدعاء هذه دياري واحد اش يحفظ ربي وراشك بارك الله فيك ما راني كريت دعاك انه يحفظ سي دار هذا يومي قال بلا من البركه جزاكم الله خير بارك الله فيكم جزاك الله خير اخويا ياسين بارك الله فيك لكن نوي يحفظ ربي العالمين مره مره اني كديت دعاك نوي يحفظ سيدي ربي مزيان غير يقبل سيدي ربي العالمين من زماد من عباد جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا المهم ما شاء الله لكن يحفظ سيدي ربي العالمين هذا يوم يقال بلا من البركه المتابعين تبارك الله 80 يودان خص سمح لي الله ولا بزك النيم كنا يحفظ سيدي ربي 28 ايوا المهم كنا وجه اتسبحم وني خصنا هذه سبح ميمان تا ميمان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أم يايمان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أم يايمان استغفر الله وأتوب إليه أم يايمان استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إجن أم يايمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عقش بلاك قد بغام يم ينتينا مخيا أني تخص أذكار الصباح الأذكار أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هو المهم كني وش أرتي وش إن شاء الله كني ويحفظ سيدي ربي العالمين لو حتخدم بالشغل نوام سبح مشي حاجة زاد جم اثنين نهار كاعي صلاة الضحى إيوا زيد سنين عام سيدي بنادم يخص غادي يتوحر أحب في الله ياسين يا الخارت أحبك الله الذي أحببتنا فيه أش يحفظ صدر هذيك قال بالبركة بارك الله فيكم يا ثمان وعزين تشكاك النوم مرة يلا بكوري جنيد جندي شان الدولة هذي ديك الدولة مزيان أزاق ويدا إذا فان الطاس دانيتا يلا الدولة التنديد الدولة التنديد يمكن صحاب المغرب الطاس ماروكو الله يحفظك أسي سمير يلا دغيا قلتو من تنديد
مهدي إسراء، مهدي إسراء واخا شي كي حد بزز غادي تهز الدري تا لايف، اش يحفظ سيدي ربي اودي اخويا مهدي، فهمان؟ واخا شي كي حد بزز تا هو ما داير. امين اخويا لطيف بارك الله فيك، الله يجازيك بخير. الحسيمه اسبانيا بيلباو، ما شاء الله عليك صحاب بيلباو اسبانيا، تيني الريفي، او تيني الريفي ما شاء الله خويا نور الدين النضع محمد ما شاء الله، فرنسا فيزيرس ما شاء الله، النضع مارويكو المغرب، السلام اصحاب المغرب اللي تيطس ما شاء الله، كناريس خويا ميمون، ياسين من الحسيمه، أمو خت تجي خويا ياسين عذروخ ييه، انوار النضع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مليلية وصحاب مريتش ما شاء الله كنو يحفظها رب العالمين، هذا هو ميقال برامي البركة، زيد زيد، بوسو، هولندا، ما شاء الله خويا سعيد. نظرة يجو ما وها وندغى يقمشان تندين صافي وات عويد شاقة تواريغ تعاود دخو يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرنسا ما شاء الله فرنسية الله يحفظك يا رب العالمين آمين بارك الله فيكم الدريوش هو المهم كنو يحفظ سيدي رب العالمين أخويا مهدي الدعاء اللي غيدوم دقي غاتجينا سحب تمسامان محمد بن عبد الرحمن او تمسامان اغرب دوامان الهدهد برشلونة اكنو يحفظ سيدي ربي العالمين مرة تشكاك النيو بن طيب فرنسا ما شاء الله خاو ودي ودي عندها كاميرا تازت كاع الظارين حسن الخلباشي اقش اخويا حسن انظمت قاعده واش قدير اش دوينات انوار الله يحفظك اخويا انوار هذيك قارب العالمين البركه خورا ولا النادي في السنان شكام واش ايوا المهم كنو يحفظ سيدي ربي العالمين كي غادي شي حاجه التسبيحات اقوم مالك باغ اي 28 هاد الزامر ربي العالمين خميش غي سعيد يسعيد زي شوى ها قوم عم سيدي تبقى غدا الدورة تطلحش قوى غدا ميتان عم سيدي مشتوانا اجد بادي شي غدا ما شاء الله تزعم ما مشت الدورة غدا ميتان ها قوم يتمين عز وخدت عزون ما زعمشك هذا يسغوفان ولكن العظيم جل في علاه قوم ذا وشت الغدري ترى عام سيدي قوم لقطت اسريغاش عمي سعيد سريغاش قوم تغيمي غدا الخو هذيك كيفاش نطورا الزعم من خدم غدالي يا قوم يا نايس او شو الدور يقدر نيتها التسبيحات 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 قيدي
لكنه يحفظ سيدي رب العالمين. هذا يومي كان رب العالمين البركه. اقيدي مدريد اقي عاد اسبانيا عاد جينا نيتا نعم سيدي شق مني غاش نتي مزيدة ويسحي العاش اخو اقيدي ويسحي العاش دعوه الشيخ سويغ الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ايوا المهم يثمنوا يزنقهم هالحياه يتعيشوا انا قمت وانا واش الدور يغزني تاع العام سيدي دور يغزني مزيده التسبيحات توقف واتف وزاد تحت كيف العشاية مش تحت كيف غشها اذا لي تشها على طول العام سيدي ما شاء الله عليك لكن نبي يحفظ ربي العالم وقيم لي الحمد لله قمت غزا مليار العام سيدي غزا اقي اقي لي مزيده ربي تنسيدي ربي العالمين احب البلاد الى الله اقي عيدك مش اني تحب سيدي رب العالمين جل في علاه تغزى الاذكار تقدر الاذكار التسبيحات لازم الشاي سواء كنا حتى وينا تحرات تحرات مراكش تحرات الحسيمه تحرات الناضوع تحرات القنيطره تحرات طنجه كنيو سميش ماركه تحرات واه مش استغفرت استغفرت الماركه ديال تحرات فاهم يو تغزير خارج الله يفرج عليك امين بارك الله فيكم نعم قرخ واخا تعزود واخا تعزود اتعيش ما مش تخسر تشكو ولكن من يبدا شي قداسي دار رب العالمين ثمانيه ينير يغير مش واخا يا مني وعي وين والو عاقل الشيخ صغير عاقل مزيده الحمد لله اللهم لك الحمد ايه شحال يود انا قيدي المعاصي شحال يود نرقع ويسلم لي قدر رمضان شعر العام ماشي ديال قليل مزيدة النشاط يود انا حب الزاير تغيبا كيدي هاكا كي غاس الدار صغار صح تغيبا كي غاس نغدو هاد القيمة غار عاز صحاب اسبانيا غاس نجي الاقبال يبغى ما شاء الله خاصني خاصني يحفظ سيدي ربي العالم يسني قال بلا من البركة ايوا المهم يثمن عزم اجتير خو انا نسبح شويه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخويا حسن الله يجازيك بخير تحياتي بس كده يا مؤمن أسري غاش عمي سعيد سري غاش